نرجع تاني بقى باللي كنا بنتكلم فيه في الاول خالص فيما يخص محمد صلاح وعرض اتحاد جده، وهل الامور بجد وهل الامور ممكن تحصل وهل ممكن يسيب انجلترا ويسيب ليفربول ولا لا. تعال نفهم اكتر مع زميلنا المتميز دوما ادهم الشرقاوي صحفي مصري بالمملكه العربيه السعوديه. يا ادهم مشرف ومنور. اهلا بيك استاذ كريم واهلا بكل الساده المشاهدين، ودائما بسعد بالتواجد معاك سواء في الاستوديو او عبر الهاتف. شرف ليا، شرف ليا يا ادهم جدا يعني، ودايما دايما لك الاضافات المهمه جدا فيما يخص هذا الامر، امر محمد صلاح. هل فعلا في مفاوضات حقيقيه وواضحه من اتحاد جده لضم محمد صلاح من ليفربول؟ بالفعل هو جرى اجتماع في الاسبوع الماضي بين ممثل او المفاوض السعودي لصندوق الاستثمارات العامه ووكيل اعمال محمد صلاح بشأن انتقال صلاح إلى نادي الاتحاد هذا الموسم، واللعب جنبا إلى جنب بجوار بنزيما وبجوار كانتي والأسماء الجديدة في صفوف الاتحاد. ولكن محمد صلاح بوضوح قال أنه يحترم الدوري السعودي لكنه يرغب في البقاء على الأقل لسنة إضافية مع نادي ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل. الدليل على ذلك اليوم وكيل رامي عباس عيسى تحدث في تويتر عن هذا الامر، وان محمد صلاح جدد عقده الموسم الماضي مع ليفربول في الصيف الماضي، وكذلك اداء محمد صلاح الجيد جدا في التدريبات الاعداديه والمباريات الاستعداديه للموسم الجديد، لعب 5 مباريات سجل 2 وصنع 7 اهداف لزملائه، دليل كبير على ان اللاعب مركز في مشواره مع ليفربول هذا الموسم. وبالتالي اعتقد ان محمد صلاح قد يكون صفقه في الدوري السعودي المليء بلاعبي النخبه في العالم، ولكن في الصيف القادم وليس في الصيف طيب الحالي على الاقل. طيب ادهم، فرصه وانت معايا كده تقول لي ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها في الدوري السعودي خلال الايام القادمه. طبعا ابرز الاسماء طبعا نادي اهلي جده السعودي اصبح قريبا جدا جدا من ضم لاعب زيلينسكي محور ارتكاز نادي نابولي الايطالي. اللاعب قد يلحق اللقاء الاول لاهلي جده الجمعه القادم امام الحزم السعودي في استاد الامير عبد الله الفيصل في جده. كذلك اليوم مورينيو ودع مدافع نادي روما ايدينيز البرازيلي، ودعه اليوم في تدوينه على موقع انستجرام، وبالتالي اللاعب سيجري غدا الكشف الطبي تمهيدا للانضمام ايضا لاهلي جده السعودي. ايضا نادي الهلال دخل في مفاوضات قويه جدا مع اللاعب جواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني. طبعا خيسوس مدرب نادي الهلال يحتاج الى راس حربه بعد المستويات المميزه اللي قدمها نجومه خاصه سافيتش ونيفيز وخليد كولوبالي واخرهم مالكوم البرازيلي اللي سجل في لقاء الديربي او الكلاسيكو امام الاتحاد في البطوله العربيه، اصبح يحتاج لمهاجم وايضا لاعب جناح. جواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد اصبح قريبا جدا من الانضمام لنادي الهلال السعودي في الصيف الحالي. عظيم. فريق النصر على الجانب الاخر اصبح الان يفكر في التعاقد مع لاعب مدافع يقود المنظومه الدفاعيه. الازمه الاكبر اللي ظهرت في الايام الاخيره ظهرت في البطوله العربيه بعد خساره اتحاد جده السعودي من فريق الهلال 3-1 على اثرها رفض عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي من قبل الانضمام لقائمه الفريق المتوجهه للملعب لرفضه البقاء احتياطيا لكريم بنزيما، وده اللي اكده المدرب البرتغالي نونو سانتو في المؤتمر الصحفي بعد نهايه المباراه، وبالتالي اصبح عبد الرزاق حمد الله. طيب ادهم، ادهم جدا. ادهم فرصه، فرصه وانت تتكلم معايا. عبد الرزاق حمد الله واحد من المهاجمين العرب الكبار جدا، مهاجم جزائري رائع جدا، المهاجم العفو المغربي، المهاجم الكبير المميز جدا. هل عبد العزيز حمد الله، عبد الرزاق حمد الله ممكن نشوفه موجود في الدوري المصري؟ هل وارد؟ هل رقمه كبير؟ هل من اللعيبه اللي بتدفع فيها فلوس كتير ولا رقمه مناسب ممكن نشوفه في الدوري المصري؟
راتب عبد الرزاق حمد الله 4 مليون دولار سنويا مع نادي الاتحاد. شكرا خلاص ما تكملش. شكرا. اعتقد هيكون صعب. هناك عرض لعبد الرزاق حمد الله من نادي الشباب، خاصة ان نادي الشباب مهاجمه الجابوني باونديزا انتقل للدوري الامريكي، وكذلك خوانكا الجناح المهاجم انتقل للوحدة الاماراتي مع بيتسو موسيماني، وبالتالي الفريق قدم عرضا لضم اللاعب. كذلك فابيانو احدث الوجوه المنضمه للاتحاد، سيتم تسجيله بديلا عن طارق حامد في قائمه الاتحاد للموسم الجديد. الان طارق حامد اصبح لديه عده عروض، منها عرضه مصريه من نادي بيراميد المصري، العرض الوحيد لطارق حامد من نادي بيراميد، وهناك عرض من نادي الوحده السعودي، وهناك حديث في الايام الماضيه من العرب القطري لضم المتوسط الارتكاز المصري طارق حامد. طارق حامد سيكون اخر عهده مع نادي الاتحاد هي منافسات البطوله العربيه. اعتقد طارق حامد ايام قليله ويغادر نادي الاتحاد. التفكير الان في الاتحاد التعاقد مع مدافع بعد اصابه احمد حجازي في بدايه الموسم، وكذلك عمر هوساوي المدافع اثناء البطوله العربيه، وهو ما كلف الفريق الخروج من دور الثمانيه رغم تصدر المجموعه في دور المجموعات. أدهم شراوي زميلنا الصحفي المتميز جدا بالمملكة العربية السعودية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.